وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرار ألزم فيه الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً عبر موقع مصلحة الضرائب بالإنترنت، وذلك اعتباراً من أول يناير المقبل، بعد أن كان تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً سابقاً كان بشكل اختياري. أكدت الوزارة أن ذلك يتم في إطار التوجه العام للحكومة واستكمالاً لخطة التطوير الشاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ومحورها الرئيسي المرتبط طبعاً بالتحول الرقمي والميكنة. أشارت الوزارة إلى أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن أو خط تلفوني الساخن 16395 أو البريد الإلكتروني لمصلحة الضرائب. بصدور هذا القرار بتكون اكتملت منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، حيث أن كافة الإقرارات الضريبية التي يتم تقديمها لمصلحة الضرائب المصرية تتم بشكل إلكتروني. طيب، مزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف أستاذ سعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المصلحة. يا أستاذ سعيد أهلا بحضرتك. تفاصيل بقى مسألة تقديم الإقرارات من يناير إلكترونيا فقط. أهلا وسهلا بحضرتك وأستاذ المشاهدين. في البداية بوضح زي ما حضرتك قلتي، اكتملت منظومة الإقرارات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، يعني بهذا القرار تكون كافة الممولين والمسجلين سواء دخل أو قيمة مضافة بيقدموا إقراراتهم إلكترونيا. احنا بدأنا في شهر أكتوبر 2018 التجربة الأولى لتقديم الإقرارات الإلكترونية، وبدأناها بمجموعة من شركات الأموال. بقى إلزامي اعتبارا من 1/1/2019 تقديم إقرار القيمة المضافة إلكتروني اللي هو الإقرار الشهري، ثم من تقديم الأشخاص شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية هذا العام إلكترونيا، والحمد لله المنظومة كانت ناجحة بنسبة 100%. وحطينا كنوع من التجربة الأشخاص الطبيعيين اللي هم الأفراد العاديين يعملوا الإقرار بشكل إلكتروني اختياري. من له حق التقديم يقدم، اللي قادر يقدم يقدم، يطلع يخش ويشوف الإقرار. النهاردة بنقول لا، هيبقى إلزامي اعتبارا من 1/1/2021 بالنسبة للأشخاص الطبيعية، وبالتالي يكون كافة الممولين لهم تقديم الإقرارات عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية. طب خليني أسأل حضرتك أستاذ سعيد، حضرتك خلال حديثك قلت أنه المنظومة ناجحة 100%، المنظومة ناجحة هنا معناها أنه نسبة من تقدموا نسبة مرضية بالنسبة لحضراتكم أو قريبة من النسبة اللي كانت بتتقدم بنفسها بالأوراق؟ بداية أنا كلمة ناجحة بنسبة 100% هي عدم وجود أي مشاكل لأي ممول خلال هذه الفترة. كل من دخل يتقدم بإقرار ضريبي قدمه بسهولة بيسر. لو كان عنده مشكلة كنا زي ما حضرتك قلتي في عندي الخط الساخن 16395، وعندي الاتصال بجميع المأموريات، خدنا دورات تدريبية لكافة العاملين في المأموريات على استلام الإقرارات إلكترونيا ومساعدة الممول أو المسجل إزاي يسجل نفسه على الموقع، إزاي يقدم الإقرار، إزاي يراجع هو والمحاسب بتاعه الإقرار. وتمت هذه العملية بنجاح كامل. نسبة عدد اللي قدموا الإقرارات من الشركات الاعتبارية هذا العام تقارب جدا جدا أو تزيد بنسبة ضعيفة عن العام السابق، يعني في زيادة، ولكن احنا طبعا بنراعي ان الفترة الحالية كان في مد أجل الإقرارات لكثير من الناس نتيجة الأزمة بتاعة كورونا الحالية، وبتنتهي ب 30/6 طلب المد الاجل، ده بينتهي ب 30/6، وبالتالي انا عندي المنظومه ناجحه كويسه. اتوقع باذن الله ان السنه الجايه جميع الممولين اشخاص طبيعيين واشخاص اعتباريين تبقى المنظومه كامله بالنسبه له. الهدف من قرار معالي الوزير السنه دي، قرار 296 لسنه 2020، نعم، الهدف منه ان بطلعه النهارده عشان الممول يبدا يدرب نفسه ويستعد ويجهز نفسه ويسال على كل معلومه سواء صغيره او كبيره، كيفيه الدخول على الموقع، كيفيه الملء الاقرار من النهارده، بحيث ان نجي في شهر يناير باذن الله 2020 ما يبقاش في مشاكل مع الناس اللي هتقدم يا فندم. نعم.
انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ سعيد فؤاد رئيس الاداره المركزيه لشؤون مكتب رئيس المصلحه مصلحه الضرائب. وكان يعني سبحان الله هذه المحنه جاءت منحه لنثبت اقدامنا بشكل اكبر في الميكنه والحوكمه والتعامل بشكل اكبر مع نظام اللي الدوله بتحاول تطبقه في كل المجالات والمؤسسات منذ فتره.